مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى أمام السراء الحكومي، حيث ينفذ اعتصام احتجاجي على الوضع المزري الذي خلفته النفايات على طرقات العاصمة وضواحيها. من هناك ينضم إلينا زميل حسين خريس. حسين، أهلا بك. إذا بدأ التحرك الاحتجاجي من قبل المجتمع المدني احتجاجا على النفايات التي تملأ الطرقات، التفاصيل معك إذا. نعم، بالنسبة إلى هذا التحرك، ولو أن الدعوات كانت إليه كثيرة وكثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يمكن القول أنه تحرك مجد ومهم، لأنه يحصل مباشرة من هنا من أمام السراي الحكومي من قبل شباب لبنانيين من مختلف الانتماءات والألوان السياسية، طبعا احتجاجا على سياسة تجاهل وجود النفايات على الطرقات تكاثرها وتراكمها في كل العاصمة بيروت، وتحول هذه العاصمة من عاصمة الحضارة إلى عاصمة، إذا صح التعبير، إلى عاصمة للنفايات. هناك عدد من الناشطين الاجتماعيين، عدد كبير، وهناك هتافات ضد الحكومة اللبنانية، وهناك هتافات ضد شركة سوكلين وضد استغلالها جمع النفايات بهذه المبالغ الكبيرة من المال، وهو أكبر مبلغ مالي ممكن لجمع النفايات في المنطقة العربية لا بل في العالم. أيضا نحن ننتظر من سوف يتكلم، من سيتكلم باسم هؤلاء الناشطين الاجتماعيين، لأنهم من مختلف الانتماءات. طبعا أكثر هؤلاء المجتمعين هم من اليساريين، أي من الأحزاب العلمانية وأيضا الأحزاب الشيوعية الموجودة في لبنان. طبعا كما نسمع هذه الهتافات، سوف نحاول أن نأخذ تصريحا من الحقوقي الإنساني نبيل الحلبي. اليوم شو عنوان هيدا التحرك وليه أنت عم تشارك فيه؟ هذا التحرك ده له المجتمع المدني اللبناني، عشان موضوع طبعا موضوع المطامر، موضوع النفايات بالطرقات، لحين هالحكومة توعى على المسألة اللي هي لحديت هلا مش واعية لها، وعملية نقل المطامر من محل إلى محل. نحن ضدها كمجتمع مدني، نحن مع إعادة تدوير النفايات، مع موضوع الفرز النفايات، ضد موضوع المطامر، ضد السمسرات اللي عم تحصل واللي كانت عم تحصل. نحن مع التغيير حتما أكيد. طيب مين هود الشباب، من أي أحزاب؟ كله مجتمع مدني، مجتمع مدني مش أحزاب، كله مجتمع مدني وعالم عادية يعني. هل شاركتكم الأحزاب يلي عم تنتقد؟ لا 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 أبدا أبدا، ما في وجود لأي تيار سياسي، كلها مثل ما نكون شايفينها هو مجتمع مدني بجميع مكوناته وبجميع المناطق. شكرا جزيلا. إذا ديانا، كما تسمعين هذه الهتافات إضافة إلى مداخلة الحقوقي المحامي نبيل الحلبي، أكثر الموجودين هنا هم ينتمون للمجتمع المدني وللأحزاب اليسارية التي لا تشارك في الحكم ولا في الحكومة، والتي تعترض على شكل النظام الحالي الموجود في لبنان. نعم حسين، يعني على ماذا سيقتصر هذا التحرك، وهل من بيان سيتلى؟ نعم، نحن ننتظر ما إذا كان المجتمعون سوف يصيغون بيانا مشتركا لكي يظهر على عبر وسائل الإعلام بعد قليل. نحن ننتظر المنظمين، خطوات المنظمين المقبلة. هناك مطالبات باستقالة الحكومة مجتمعة. طبعا هناك بعض المنظمين الذين يحاولون صوغ بيان ونشره عبر الإعلام، وسوف نسأل ما إذا سيكون هناك كلمة مشتركة. أسعد حيكون في كلمة هلا؟ نعم نعم، إذا سوف نكون مع البيان مباشرة. يلا بس خلينا نحدد الناس هيعرفوا بعد ما نطلع تطلعوا فين؟ نعم ديانا. حسين، إذا نحن في انتظار. إذا تفضل. سوف يتكلم باسم الجموع الناشط الاجتماعي والمدني أسعد ذبيان.
سننتظر لحظة. نحن طبعا ننتظر وسائل الإعلام الأخرى كي تكون الرسالة جامعة وشاملة. طبعا نذكر بأن هذا التحرك، حجم هذا التحرك، هو الأول من نوعه بهذا الحجم وبهذا الزخم بعد مرور نحو أسبوع تقريبا على وجود النفايات في العاصمة بيروت وفي كل منطقة من لبنان. كذلك نود الإشارة إلى أن هناك تحذيرات كبرى من قبل أطباء اختصاصيين بأنه ينبغي ارتداء القناع الذي يقي من الرائحة التي يمكن أن تنتج فيما بعد أنواعا من السرطانات، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن حتى ولو بعد سن متأخرة. طبعا شكل بيروت البارحة كان مخزيا، كل مستوعبات النفايات كانت تغلق كل الطرقات في كل العاصمة من بشار الخوري وصولا إلى كورنيش المزرعة والطريق الجديدي ورأس النبع ومدخل وسط بيروت الأساس عند شارع المصارف وعند جسر فؤاد شهاب. الهتافات مستمرة ضد الحكومة اللبنانية، وسوف نكون الآن مع كلمة أسعد زبيان من أمام السرايا الحكومي مباشرة من وسط ساحة رياض الصلاح. حراكنا أو تجمعنا اليوم هو عبارة عن تحرك سلمي وعن صرخة مطلبية من المواطنين المتضررين بكافة أطيافهم وانتماءاتهم. هو حراك غير حزبي، غير طائفي، غير مناطقي، لا يتبع أي فئة أو تنظيم أو جمعية. نحن كمواطنين نحمل الحكومة بكافة مكوناتها السياسية مسؤولية أزمة النفايات والوضع الراهن، إذ كان بالإمكان تفادي هذه المشكلة، خاصة أن مواعيد انتهاء العقود كانت معروفة منذ أشهر، وكان التمديد لشركة سوكلين يلحظ الحاجة لتقديم حلول مستدامة وهو ما لم يحصل. نحن نطالب باستقالة الحكومة ووزير البيئة المسؤول المباشر عن الأزمة الراهنة. من المعيب أن تربط الحكومة أزمة النفايات التي تمس جميع المواطنين دون سواء بمصالح سياسية ضيقة لأطراف المشاركين فيها، وهو دليل على أن هذا الطقم السياسي لا تعنيه سوى مصالحه وسلطته. هلا لوين رايحين؟ نطالب القوى الأمنية أخذ مسؤولياتها والتدقيق في عمليات حرق المستوعبات والتأكد من عدم الحرق الممنهج لغايات محددة، ونحذر المواطنين أن عملية الحرق تؤدي إلى أمراض وتفشي الأمراض والأوبئة. أخيرا، لا يوجد أي ناطق رسمي لهذا الحراك، ونطالب وسائل الإعلام أن تقابل وتستضيف الخبراء البيئيين الذين يجب أن يكونوا هم المشرفين على أي عقود أم حلول مستدامة توقع عليها الحكومة. شكرا. لوين لوين راحوا؟ بس على بس نقل شوية على صوب الفي منشان يكون العالم موجود يعني. نعم، إذا المعتصمون يتوجهون إلى المنطقة حيث شارع المصارف. نعم، عبر كاميرا الزميل جوزيف عطية سوف نرى أعداد المعتصمين. الاعتصام لم يكن خجولا كما توقعت بعض وسائل الإعلام وكما توقع بعض المراقبين. للمرة الأولى يكون هناك زخم من أجل مطلب معيشي محق، وهو رفع النفايات من المناطق اللبنانية. أما بالنسبة إلى تصعيد هذا التحرك فإننا سوف نتابع هذا الحدث وسوف نوافيكم بكل جديد. طبعا حسين، سنكون معك لموافاتنا بأي جديد. شكرا لك على هذه الرسالة. إذن مشاهدينا كونوا معنا لموافاتكم بأي جديد. إلى اللقاء.